وصف بأنه أعجوبة دهره ونادرة الفلك في زمانه، ولقب بأبو الفلسفة العقلانية العربية. هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة، ولد بسرقسطة الأندلسية في الربع الأخير من القرن الحادي عشر، موسوعي مسلم برع في علوم الفلك والرياضيات والطب والموسيقى، وتميز في الفلسفة. ينسب لابن باجة أنه أول من نقل العلوم الفلسفية إلى الأندلس. تولى ابن باجة منصب الوزير بعد دخول المرابطين لسرقسطة، وفي عام 1117 سقطت سرقسطة في قبضة ألفونسو الأول ملك أراغون، فهجرها ابن باجة إلى إشبيلية. توسع ابن باجة في دراسة الفلك بإشبيلية، وامتهن الطب إلى جانب الفلسفة. يعد كتاب تدبير المتوحد أهم كتبه في الفلسفة، والذي قسمه إلى 8 فصول. الكتاب ناقش مفهوم المدينة الفاضلة، وحلل أنواع البشر، وعدد طرق الوصول إلى الفكر السامي. آمن ابن باجة بمبدأ العزلة عن مجتمعات الجهل والفساد ومن يفتقرون إلى المعرفة. وفي كتابه رسالة الوداع ذكر العوامل التي تدفع العقل إلى التفكير، كما تطرق إلى شرح غايتي الوجود الإنساني والعلم، فرأى أن غاية الوجود هي استطاعة التنقل من حال لآخر، وعبادة الله، والاتصال بالعقل. وقال إن العلم النظري وحده قادر على الوصول بالإنسان إلى فهم ذاته وفهم العقل الفعال. كان ابن باجة عاشقاً للموسيقى وشعر الموشحات، وأوجد علاقة بين صيغة الألحان والمزاج العام، كما قدم دروساً في العزف على العود شكلت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الموسيقى في الأندلس. تنقل ابن باجة في عدة مدن أندلسية قبل أن يستقر في مدينة فاس المغربية. هاجمه الأديب الفتح بن خاقان في أحد كتبه، وقال إنه مشهور باشتغاله في سفاسف الأمور. يقال إنه قتل بسم وضعوا له أقرانه من الأطباء بسبب غيرتهم. توفي ابن باجة عام 1138 بعدما أثر التراث الإنساني ب27 كتاباً في مختلف المجالات.